اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ معكم خبير البرمجه المعلوماتيه راني احمد. نحن بهذا الفيديو شباب رح نبلش باول حصه من حصص تعلم البرمجه بلغه بايثون باستعمال اطار العمل اسمه فلاسك. فلاسك معناها طبعا يعني كيف بدي اقول لك، كيف الاناني اللي بيستعملوهم بالكيمياء اكثر. اوكي هاي هي الفلاسكات. اوكي باختبارات الكيمياء. طيب هلا طبعا هذا الكتاب اللي قدامنا انا حصلت عليه من زد لايبرري. اوكي ما حد سألني كيف نحصل عليه، خلصنا بس للاخر. اوكي كيف طريقه الوصول للزد لايبرري. اوكي فانا هاي ما بوزعها مش لانه الاسباب، خلص ما بدي افوت بالموضوع. اوكي للاخر هلا نحن رح نفوت دغري من الفصل الاول الكتاب وراح نبلش قراءه مباشره ونطبق المكتوب في الكتاب و اوكي. فهون طبعا رح نحكي عن تركيب الفلاسك. انا عم استعمل نظام تشغيل ديبيان جنو لينكس، رح استعمل طريقه ديبيان اكثر، وهو يعني حندور وين في شيء لنا بخصنا بديبيان ونمشي فيه. اوكي هلا بقول لك فلاسك هو اطار عمل صغير يعني بالنسبه للعديد من المعايير. اوكي صغير يعني صغير كفايه لحتى يتسمى انه اطار عمل مصغر مايكرو. اوكي مايكرو فريم ورك. وبعدين صغير كفايه انه بحيث انه بجرد ما تصير انت متعود عليه اوكي ماخذ ايدك عليه انت راح تصير على الاغلب تكون قادر انك تقرا وتفهم كل الكود المصدري تبع الفلاسك. اوكي هلا لكن بما يعني بما ان بنقال عنه انه هو صغير ما بيعني انه او انه هو بناء يعني هو الطبيعي، اذا هو طبيعته صغير يعني مش معناها انه ما بيكون بيعمل اقل من اطر العمل الاخرى مثلا مثل جانجو. اوكي وازلو جانجو هدول. اوكي فلاسك كان مصمم على اساس يكون اطار عمل قادر يعني للتطوير. اوكي مش للتطوير كذا الكون، للتكبير اكستنسبل. اوكي بمعنى انك فيك تزيد وتزيد عليه يعني يكون هو زي كيف بدي اقول لك كيف موزع الكهرباء وبعدين بتركب عليه. اوكي فبتزود عليه من عندك وتجيب اضافات وهيك شو، فبكون اكستنسبل فريم ورك هيك بقول بالانجليزي. من تحت يعني من الاساس كله من جراوند اب كله من تحت لفوق. اوكي فهو بيعمل لنا يعني اساس قوي اوكي صلب من جوا. اوكي بالخدمات الاساسيه بينما الاكستنشنز الاضافات او الامتدادات هذول بيامنوا الباقي. اوكي فانت بتركب فلاسك وبعدين بتركب عليه الاضافات اللي بدك اياها حسب حاجتك. اوكي هلا لانه انت فيك يعني كيف بدي اقول لك هيك تختار على كيفك وتكون يعني كيف بدي اقول لك بتنقني هيك وتقول بدك هاي وبدك شاي. اوكي انت راح توصل او تنتهي بالنهايه انه مع هيك انه مع كومة اشياء مش عامليت لك مشكل، عرفت كيف؟ وبس بتعملك اللي انت بس بدك اياه. طيب هلا فلاسك عنده ثلاث يعني اشياء بتعتمد عليهم. اوكي اساسيات هدول ثلاث اشياء اساسيات بتعتمد عليهم. فهن اولا الراوتينج يعني تحويل المسار. اوكي انت حسب ما بتطلب حسب حولك على العنوان اللي بدك اياه بالصفحه. وبعدين ديباجينج يعني بتعرف الديباجينج، احنا كمبرمجين بنعرف شو كلمه ديباج. اوكي انه تصحيح الاخطاء. اوكي وبعدين ويب سيرفر جيت واي انترفيس يعني هو ممكن بيكون عندك شيء طريقه مثل كان ويب سيرفر بيعطيك خدمه خادم ويب. اوكي وبيكون عندك تكويب مخصوص عشان تعمل خادم الويب. اوكي عشان هيك بيحكوا عن ويب سيرفر جيت واي انترفيس، في انترفيس في واجهه برمجه. اوكي اللي هي جاي من شخص من هون فيك زوج بعرف هذا مين هو بالضبط، ما بعرف انا بعدني عم برا يعني. والتمبليت سبورت وانت يعني دعم القوالب هون. ك
الحركه او برمجيه القوالب من وين جاي، بتكون مامنه من خلال هذا جنجا 2. اوكي، عم بحطوا عناوينهم وين هن على النت. اوكي، والتفاعل او يعني كيف بدي لك يعني الشغل من خلال سطر الاوامر. اوكي، وانك تخلي الامور تشتغل بسطر الاوامر بتجي بناس اسمه كليك. اوكي، هلا هدول يعني هدول ثلاث اشياء اساسيه هدول نعتمد عليهم، كلهم هدول تم تصميمهم عبر شخص اسمه ارمان رونشير. اوكي، ارمان رونشير هو المؤلف تبع اطار عمل فلاسك. تمام، هذا فلاسك ما عنده اي دعم اساسي هيك منه فيه هيك اصلي، يعني عرفت شو كيف بنحكي انه واحد اجنبي واحد اصلي. اوكي، فما في له دعم اصلي. اوكي، اساسي نيتف سبورت لا الولوج على القواعد بيانات، كمان معهم ما عنده دعم اساسي لا يعني تحقق من الاستمارات اللي بتكتب مثلا استمارة الويب بتطبع مثلا دخل ايميل صح ولا غلط، كلمة السر صح ولا غلط بطريقة الادخال، و authenticating users يعني انه تحقق من انه المستخدمين هن فعلا هذول المستخدمين مسجلين عندك. اوكي، وبعدين عندك كمان يعني ما عنده كمان دعم اساسي اصلي. اوكي، من المهام اللي بتكون مستواها عالي. اوكي، يعني اي واحد من هدول الاخرين يعني انت ذكر هو ثلاثه بس عم بقول لك انه اي شيء شبهه واكثر من هيك ما عنده دعم. اوكي، هدول وهي الاشياء الثانيه الاساسيه. اوكي، اللي اكثر احيان بتحتاجها او اللي كثير احيان بتحتاجها يعني برامج الويب. اوكي، تطبيقات الويب هن بيكونوا متاحين من خلال اضافات. اوكي، من خلال الاكستنشنز امتدادات، وبعدين هن يعني بننزلهم هيك وبندمجهم. اوكي، مع الحزام الاساسيه. اوكي، هن بيقعدوا بشكل متكامل معه. اوكي، فكمطور انت فيك يكون عندك القوه انك انت تختار على كيفك وتنقنق تشيري بيك هي بسموها يعني كيف واحد ماسك الكرز وعاد هيك تشيري بيكينج يعني معناها يعني بتنقنق على كيفك بتحب حبه حبه. اوكي، بتختار الاضافات اللي بتشتغل اكثر يعني اكثر شيء منيح. اوكي، مع شغل مع مشروعك. اوكي، اكثر شيء بناسب مشروعك تمشي معه فبتنقنق انت على كيفك من الاضافات، او حتى بتكتب انت الاضافه اللي بدك اياها اذا حابب وميال لهالشيء يعني. اوكي، ما حدا مانعك. اوكي، فهذا بيكون يعني في يعني مخالف اذا بدك تقول مع مع اطار عمل اكبر، بحيث انه معظم الاختيارات بتكون اصلا معموله لك. اوكي، وانت بيكونوا كمان مرات صعبين او الى حد ما مستحيلين لحتى يغيرهم الواحد. عرفت كيف؟ بيكون في استحاله تغيير لانه هو الخاص فارض عليك اطار العمل هذاك الكبير. اوكي، فهذا الفصل رح نتعلم كيف نركب فلاسك. اوكي، كل مطلوب منك يكون عندك بايثون راكب على الجهاز. اصلا لما تنزل توزيع الدبيان او اي توزيع لينكس بشكل عام البايثون بحكي بيكون راكب، وتاكد يكون عندك راكب بايثون 3. نحن هنستعمل بايثون 3 هون، هو حكى عن بايثون 2 بس انا بدي استعمل بايثون 3 لتزم اللي بشغله وحده. حتى نعرف اذا بايثون راكبه نكتب بايثون وبنكبس دبل تاب بشوف شو اصدارات البايثون راكبه عندي. اوكي، فهيك بتعرف زرين تاب بتعرف شغله راكب عندي 3.11. اوكي، وهيدي هون بايثون 3. اذا عملنا بايثون هيك على الحل اوكي زي ما مكتوب اوكي وعملنا دبل هيك فيرجن بيعطيك اصدار البايثون افتراضيا هيك، بس انت اذا بدك بايثون 3 بدك تستعمل بايثون 3 هيك حتى يعطيك اصدار الراكب حاليا. اوكي، انا استعمل هادي مش هادي. تمام، ما في شيء غلط بس لانه هي عم بيحكي هو لاحقا الكتاب اصلا مكتوب بسنة 2018. ماشي، فليك احنا صرنا معدين احنا 23 هلا. اوكي، 2023، فبقول لك انه دعم ال 2.7 خلص رح يوقفوه بعد يعني بايثون 2.7 حيوقفوه بعد 2020، فخلص امشي بعد 3 وخلص.
كمان بقول لك اذا انت ناوي تستعمل ويندوز اوكي كمبيوتر عليه ويندوز حتى تشتغل مع الامثله، في امثله فيك تحملهم من تابعين الكتاب. انت حابب انت يعني قررت تستعمل الطريقه الاصليه الاساسيه اوكي بناء على ادوات ويندوز، او حتى تشغل اذا حبيت تعمل اعدادات للكمبيوتر تبعك في طريقه اللي هي بتسمح لك انك انت يعني كيف بدي اقول تتبنى طريقه اللي هي اكثر يونكسويه اوكي ماشي فيها جماعه يونكس اكثر شيء. فانت بكون لازم انت تقرر اذا انت حاب تستعمل الطريقه الاصليه اللي هي مستعمله اكثر في طريقه يونكس اوكي. هلا الكود الموجود بالكتاب هو بال يعني كثير على شكل كبير عرفت شو واسع متوافق مع الطريقتين تمام، طريقه ويندوز او طريقه يونكس اوكي. انا شباب بقول لكم من الاخر ما تروحش تشجع راسك، خذ يونكس وريح راسك، بلاش وجع الراس هذا، اوكي؟ خلص، انت بتستاجر بالاخر في بي اس وحيكون عليه يونكس، شو وجع الراس يعني؟ هيك فري بي اس دي او لينكس، هيك قاعد تستعمل، اتصل ويندوز، اوكي؟ بالاخر يعني، تمام؟ مش انه كلام يعني هيك بس عشان الاعلانات ولا هذا، اتصل ويندوز شو بدك فيه؟ تمام؟ شغل عندك انت كل شيء على الويب حيكون على سيرفرات يونكس، حتستاجر سيرفرات يونكس، ليش بدك تدفع سيرفر ويندوز يعني اصلا؟ سيرفر يونكس ارخص، تمام؟ طيب هلا فاذا انت حبيت او قررت انك تمشي مع طريقه اليونكس اوكي انت لازم تعمل بكون عندك عده شو اسمه يعني بضع خيارات اوكي. اذا انت ناوي تستعمل اذا انت عم تستعمل ويندوز 10 فيك تشغل الويندوز سب سيستم لينكس، فهيك انك ركبت لينكس عندك. انا بقول لك يا من الاخر شباب ما تستعمل ويندوز سب سيستم لينكس حتى لو متاح، تمام؟ خذ توزيعة لينكس عادية حتى لو على فيرتشوال ماشين اوكي. انا ما جربت ويندوز سب سيستم لينكس وبعرف هذا الكلام معناه انه سواش احكيه هيك مش علمي الكلام هذا، بس انا بقول لك انسى، يا بتحس حالك انك قاعد على نظام يونكس حقيقي يا بلا. فهمت شو؟ هيدي بعد عن شيء اسمه مايكروسوفت وخلصنا، بلاش توجع الراس اوكي. وفي كمان اذا بدك تستعمل طريقة السيجوين اوكي اللي بتخلي كل برامجك تشتغل ويندوز صافية بس بطريقة سيجوين. سيجوين مشروح عندنا بالقناة، دور على هاي الكلمة داخل القناة سيجوين وبتقدر تفهم كيف نستعمل سيجوين اوكي. من الاخر خذ يونكس ريح راسك، عندك كمبيوتر مكتبي اشتري هارد ديسك جديد، فك هارد ديسك الويندوز، ركب ما تكبه طبعا وحط الهارد ديسك جديد، فرمت خلص ورد رجع هارد ديسك الويندوز وبتستعمل بوت منيو تبع البايوس وبتنقي انت يا هارد ديسك بدك اياه، حط هارد ديسك لينكس او يونكس فري بي اس دي يكون اساسي عشان تتعود تحط لينكس او فري بي اس دي يكونوا اساسيات عندك استعمال يومي اوكي. وبس بطل ويندوز، ويندوز خليه بس لكم برامج اللي ما عندك شيء اوكي. طيب هلا بدنا نعمل احنا يعني الفولدر او المجلد اللي فيه حينزل تطبيقنا اللي حنعمله بفلاسك اوكي. طيب هلا هو انا مركب عندي جيت، ف ببساطه اول شيء لازم فوت روت انا اسيو حرف ناقص فوت كلمه السر مش حابين ابت انستول جيت اول شيء عشان بدنا جت، وبعدين انا من الفولدر تبعي انا هذا مطرح ما سجل الفيديو هون هون انا عامل فولدر البايثون في مشاريع تانية كانت. طيب هلا شو رح نعمل نحن؟ بدنا ننزل من هذا الفولدر، نفتح هيك اوبن انترنال، استعمل سطح مكتب ميت شباب اللي مش عارف اوكي، وركب عليه الاوبن اوبن ترمينال تبعت كاخا تبعت كاجا كاخا كاجا بدك اياه كي سي اي جي اي اوكي. فهي هاي الحزمه بدك تكتبها تكتب هاي الحزمه كاخا اوبن ترمينال مشان بسموه مشان تحصل على كيف بكبس رايتك لك وبطلع على الطرفيه اوكي.
الاخر ركب كل شيء اسمه ميتس ديسكتوب انفايرمنت، وبتلاقي كل شيء كل شيء على في حزام، في ثلاث حزام تركبهم خلاص بركب كل القصص. طيب من الاخر يعني اذا بدنا نقول بس عشان بديش استطرد كثير، ميت ديسكتوب انفايرمنت اكسترا، وفي اكستراز في وحده هيك وفي وحده هيك، بتركب التنتين بينزل كل شيء لميت. اوكي بتحصل على سطح مكتب كامل زي ما على بصير عندي. طيب هلا نحن شو بدنا نعمل؟ بدنا نستعمل جت ناخذ الامر اللي اعطاني اياه عشان نزل ال نزل الفولدر اسمه فلاسكي، هذا فيه الأمثلة تبعون الكتاب. هاي نزل من مش كتار يعني، اوكي هيا وين نزل فلاسكي اياهم كلياتهم ماشي. هلا هو بقول لك كمان اذا حبيت انت ما تنزلهم اوكي، لسه بعد بدنا نفوت عليه الفولدر كمان نعمل تشيك اوت اي 1 1 اي تمام. بس اوكي هلا شكله هو نزل نزل هالوورد تبعته، نفتح بكيت بس هيك عم بحاول شوف شو طلع هون، ما في شيء فايل فاضي اوكي مش معقول. طيب هلا نزل شغلات كتير شوي اي ماشي هلا اذا انت مش ناوي تستعمل جت او حابب تكتب الكود يدويا عرفت شو فيك انت ببساطه تخلى هذا الفولدر. خلصنا خلقنا هالفولدر طز اوكي هي الامر هذا تخلى الفولدر وبعدين تفوت عليه بهذا الامر اوكي. طيب يعني هيك يعني كاني انا عملت كاني كنت هون تحت هيك التيرمينال قلنا له هاي نغير على الفولدر اسمه فلاسكي اوكي بلك موجود طبعا هن عاملينه اصلا وبعدين تغير عليه بتفوت عليه اوكي. طيب هلا بعدين هلا بدي اعمل شيء اسمه فيرتشوال انفايرمنت. انا بقول لكم باختصار شو القصه فيرتشوال انفايرمنت. هاي يعني كيف بدي اقول لكم انك بتعمل مكان. هلا فينا نحكي اشرح لكم اياها بطريقه ثانيه بطريقه هاسكل وستاك وهذا الحكي اوكي. هن عاملين طريقه انه انت مثلا هلا انا عندي راكب بايثون بالسيستم اوكي بالجهاز راكب بايثون مش انه لا، بس احنا بدنا الحزم الموجوده والشغل تبع دبيان ما بدنا نخلطه مع شغلنا، ففينا نجيب احنا كانه عم نعمل تركيبه للبايثون مخصوص على جنب بنلعب فيه على كيفنا ما بتاثر على النظام اكل الموضوع. فهذا فيرتشوال انفايرمنتس اوكي، البيئات التخيليه اوكي او الافتراضيه بدك اياها تمام. هيك بينسخ البايثون اللي عندك والشغل اللي عندك وبعمل لك اياه على جنب تمام. هلا كيف نعمل نحن فيرتشوال انفايرمنت ببايثون 3؟ يعني عندنا 3.11 صاير. فاحنا وروت هاي السودو بس للي يعني كيف بدي اقول لك اللي راكب عنده سودو. انا بقول لك من الاخر ما بحتاجه، بس فوت روت زي ما عملت انا بالدبيان او مثلا بتكتب سودو باش اوكي بتكتب سودو وباش هيك انت كهذا وبتفوت بتصير تفوت روت اوكي خلص بتركب كل البرامج بدونه فهمت شو وبتستعمل السيستم روت. فحنا نستخدم بس هذا الامر اوكي. انا ما بستعمل ادبيان بقى سودو دغري بفوت روت وخلاص. هو امنيا مش كتير حلو بس بتضل تريحك مش كل شوية تكتب سودو، بس بدك تكون حذر اوكي. هلا راح هذه الحزمة أنا كنت مركبتها قبل فهذه هي تمام. وبعدين بصير نقدر نستعمل البايثون بهالطريقة إنه حتى يعمل لي فيرتشوال انفايرمنت هيك يعني يعمل لي بيئة مستقلة خيالية أوكي
خلينا نسمي بيئات مستقلة أهون شوي أوضح. اوكي فهون بتحط هاي الأمر، هون بتحط الاسم اللي أنت رايده. اوكي هون تحط الاسم اللي أنت رايده للفيرتشوال انفايرمنت، فحيفتح فولدر مخصوص. بمعنى لو عملنا هيك مثلا، هلا هو مسميه في انف، طيب في انف خلينا نمشي فيها. اوكي فيرتشوال انفايرمنت، فأنا بروح بالفولدر تبع فلاسكي. اوكي اوكي هو بقول لك خليه على فلاسكي، هون خليك بالفولدر تبعك فلاسكي. اوكي وبنعمل هالفولدر. هلا لاحظ انت هون هذا الفولدر وين؟ لا مش هذا، هذا الفولدر فلاسكي بنفوت عليه، هذا الفايلات اللي فيه، الملفات اللي فيه. هلا شو انا راح اعمل؟ بشغل الامر، هي احنا بالمسار تبع الهوم دايركتوري او تبع سلاش هوم سلاش اوراكل، فوت هيك وبنشغل. هلا راح تلاحظوا الفي ام اشتغل، وبس نفوت عليه راح تلاحظ شايف شو فيه؟ في عندك فولدر الباينريز، ف شايف البايثون عامل عنه شورت كاتس وهيك تمام، وهي البيب بصير انا فيها استعمل بيب وهيك والقصص تمام. وفي عنا هذا هلا راح نستخدمها الاكتيفيت هاي، ماشي راح نستخدمها. طيب حتى هاي بالاحرى يعني اوكي، بس هاي عاملينها هاي هون طريقه الباش العادي، هاي طريقه السي شيل، وهاي طريقه الفش، يعني اللي حسب شو الشل اللي انتربتر راكب عندك. عاملين كذا طريقه للتشغيل اوكي حسب السكريبت اللي بدك اياه، طريقه السكريبت بالشل تمام. طيب بايثون 2 ما ضروري، ابعد عنا. اوكي هلا بدبيان فيك تكتب apt install هون بدل pip، فيك تكتب apt install virtual env وبعدين بتصير تستعمل virtual env هذا. اوكي طيب هلا بدنا نعمل activate، شو راح يعمل؟ هاي استعمل يونكس، فهي هيدي ويندوز. اوكي سريع هيدي النقطة هون اذا ويندوز، احنا هلا بالفولدر تبع فلاسكي، بقلب فلاسكي فينا نعمل هيك، هلا اول سورس على اساس يشغلها. اوكي اذا يعني اذا اعطينا صلاحية تشغيل للفايل كمان بيمشي الحال تمام. على كل خلينا نشوف مثل ما هو ماشي. خلص هلا ليش بدك تعمل الاكتيفيشن؟ عشان تشغل الفي ام تبعتك. اوكي اذا انت عم تستعمل يونكس بتستعمل هالامر، اذا انت بتستعمل ويندوز بتستعمل هالامر، وبعدين لما الفي ام يكون مفعل هون تعمل له تفعيل اكتيفيشن. اوكي المكان المفسر تبع بايثون بصير مضاف على الباث انفايرمنت، يعني بتصير انت اذا كتبت مثلا، خلينا بس الساعة هيدي، إذا كتبنا هيك بس عشان شفتلكم دولار باث، رح تلاحظ لازم يكون بين الموضوع اياها، شفته؟ سقط هون المسار هذا، صار أي ملف تنفيذي داخل هذا المسار اوكي بيقدر يشتغل. هلا هو الباث أصلا معمول هذا المتغير عام على مستوى النظام، اذا ذكرت في اي مجلد اوكي تحت مثلا تحت البن مثلا في ملفات تنفيذيه، هدول مش ضروري تروح تكتب سلاش يو اس اس سلاش تكتب هيك، يعني مش ضروري تكتب هاي وبعدين تقول له والله انا بدي شو بعرف ايش في هون اي امر من درويد كام مثلا، تكتب درويد تكتب درويد كام وتشغل درويد كام، لا اوكي عرفت شو خلص، بس تكتب بس درويد كام بيفتح شو درايت كام، هو برنامج للكاميرا اوكي هي او مثلا هيك، وهي درايت كام بس عشان تشوفه ماشي اي عم بفتح. بس انا اذا بدي انا كتبت من اي مطرح درايت كام تفتح اوكي، هاي هي قصة الباث اوكي. واذا قلنا ويتش درايت كام يعطيك المسار تبعه، فهمت شو؟ فهي هاي الباث هي مقصود منها انك تكتبش هذه الاوامر بسرعه كثير، اوكي؟ فهو زاد هلا تمام؟ هلا هو شو صار عنده؟ ظبط هون على في ام، صارت الامور بالنسبه لفي ام عم تشتغل تمام؟ بدي اشوف شغله وما بعرف اذا حكي عنها بس نشوفها، خلينا نشوف. اذا سكرت هون فتحت الطرفيه فتحنا على فلاسك ماشي هذا هون 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 اوكي. هلا اذا انا اذا بدي اطلع الباث
ما في شفتوه راحت. كبر الفونت شوي. طلعوها راحت. الاكتيفيت هي ضرورية حتى تقدر تفتح. بصير كان صار معناها بدك طرفية مخصوص تظبطها مشان ال VM. ف source VM then activate. اوكي هلا بس نتشغل الباث. شايف نزلت بالمسار هي. هلا كل الاوامر الموجودين بالفي ام بالفي ام بن بالبن هون صاروا هون هون صاروا متاحين لإلي. هدول كلهم معهم البيب كمان صار فيني اركب هلا حزم على كيفي. تمام هلا بالمره هلا هو كاتب الكتاب انه بحطها هيك هي زاطة بس المهم انه نزل على الطرفية زي ما انا عندي هون. اوكي انا عندي مرتب بطريقة فلانية فاعتبر هيدا كأنها ممحية يعني ملاش لازمة وما بتأثر عليك اصلا. تمام عملك بينما انه تفعيل الدي ام بيكون هو عادة يعني الطريقة الانسب. اوكي والخيار الانسب انت فيك تفعل او تستعمل الدي ام كمان بدون تفعيله. فمثلا انت فيك تشغل بايثون كونسول للدي ام عبر تشغيل هيك. اوكي يعني مثلا خلينا نجرب بس بعمل كنترول دي هيك مخلص بفتح هون وتقول vmv بن بايثون خلص صارت هيك دخلت بس هو هيك يعني ما بعرف. خلينا على الاكتيفيت احسن مشي معها لانه يعني بصير عند المسار تبعهم كل الاوامر الثلاثه مش كل شوي بدك تقول مسارات كامله. انا فهمان عليه شو عم بيحكوا هون. تمام بدي انت تفهمه. هلا لما انت بتخلص مع الفي ام اكتب دي اكتيفيت على الشل. اوكي لحتى ترجع الباث زي ما كان. اوكي فخلينا نشوف نكتب امر دي اكتيفيت انه ايقاف تفعيل. اوكي ف بس اعمل هيك ترجع زي ما كان. ايوه هذا كان بدون ما سكر الشل بتصير هيك بترجع مرة ثانية عم فعلها. طيب ما برد بنرجع الباث زي ما كان. عرفت شو قصدي؟ طيب تركيب حزم بايثون باستعمال بيب. اوكي هلا بنركب فلاسك. تمام باختصار الامر بيب هو بجيب الحزم. اوكي طبعا بايثون. اوكي ومكتبات بايثون فبركب هلا فلاسك. هلا بلش احملهم كلهم. شايف هلا شفتوا الفيرزق هذا مش عارف شو اسمه فيرزق او فيرزوق. تمام تسميه مرزوق هاي هلا هون او بلينكر و اس دينجرس خطير وجنجر اثنين. طيب ومارك اب سيف كمان. تمام هذا ركبهم. طيب هاي ركب فلاسك. هيك صرت تركب انت اي حزم بالطريقة هاي يعني مش واقف على فلاسك. هلا هو علمك بالاول كيف تركب بايثون بطريقة او تستعمل بايثون بطريقة مستقلة بعيدة عن المشاكل مع النظام. طيب هلا هون في بيب فريز لمين. اوكي كرمال شو لما بتكتب هالامر هي مش رح تركب بس فلاسك بس هي كمان رح تنزل كل الاشياء اللي بتعوزها. طيب مثل ما شفنا وبعدين انت فيك تتحقق اي حزم كانوا تركبوا بالفي ام على اي وقت باستعمال بيب فري. اوكي بيب فريز فريز يعني تجميد. اوكي فهيك بنشوف شو ركب بيب شو اللي راكب بيب. فهذول الحزم هن ركبوا بيب. اوكي طيب هلا يعطيك تفاصيل الاصدارات تبعيتهم زي ما شايفين الارقام حد اسم كل حزمه كليك وحزمتها هي الحالية راكبة 6.7 حسب ما هو عنده. أنا عندي كليك 8. شوف هذا شو فرق. في فرق وأكيد حيكون في فرق. هلا إحنا نتعلم كيف نستعمله. طيب أنت كمان فيك تحقق
انه فلاسك كانت مركبة مزبوط عبر استعمال لما تفتح بايثون. لما تفتح بايثون بس تعمل امبورت قصده بدأ تركب المكتبة، فبس تعمل هيك وتقول له امبورت فلاسك، عرفت شو؟ فالمكتبة الفلاسك بيكون صار اذا ما اعطى اي خطأ معناها شغالة. تمام؟ طيب نطلع هلا الا اذا عزناه ونسديد شو بعرفنا. اوكي هيك نكون رحنا خلصنا تركيب فلاسك. اوكي فمشكرة متابعتكم شباب، والسلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم. لا تنسى تكبس زر الاشتراك في القناة، وتبقى كمان تبقى تشترك معنا في بثنا الحي كل يوم سبت واربع مساء بتوقيت بيروت. اوكي حتى نجاوبك على اسئلتك فيما يخص البرمجة والمعلوماتية والتصوير الفوتوغرافي الفلكي والتصوير بالمجاهر. اوكي سلام باي.